ترامب يهاجم والجميع في منطقة الانفجار إذا لم تكن في معسكر الموافقة على استخدام وزارة الأمن الداخلي أو الجيش لاحتجاز آلات التصويت، فإن الرئيس يعتبرك ضعيفا وتحت الازدراء. هذا ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن انقلاب ترامب بمرارة على آخر الرجال الواقفين حوله. نائب الرئيس المقرب مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الأركان مارك ميدوز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل جميعهم رفضوا الانغماس في مساعي ترامب اليائسة لإلغاء الانتخابات بأي طريقة وأي ثمن. محللون أكدوا أن المقربين من ترامب اليوم يعدون الأيام لنهاية ولايته أكثر من الرئيس المنتخب جو بايدن، فما يخطط له ترامب في أيام حكمه الأخيرة داخليا ودوليا قد يقود إلى نتائج كارثية على مصالح الولايات المتحدة من الشرق الأوسط إلى أفغانستان. إذن هو انشقاق عن الرئيس الذي يعد أيامه ويوضب حقائبه، يصفه مطلعون بالعقلانية السياسية، فجميع الأسماء المذكورة لم تخفي يوما تطلعاتها لتولي منصبا أعلى، والتاريخ الأمريكي لا يرحم ويذكر الرجل بما فعل. الإعلام الأمريكي بدوره قال رغم غضب ترامب إلا أن ما حدث يندرج تحت بند المنطق السليم، فعلى عاتق كبار السياسيين الجمهوريين تقع مسؤولية منع الرئيس من إلحاق المزيد من الضرر بالأمن القومي الأمريكي، وهو اعتراف لا لبس فيه من صقور إدارة الرجل الغاضب أن جو بايدن أصبح يحمل مفاتيح السياسة الأمريكية والبيت الأبيض معاً.